شاشة الموت الزرقاء. بلو سكرين اوف ديث من اسمه شيء يخرع، يعني من طخة محمر كذي يعني، بس ما له تجانب. هالشاشة أول إيرور يصير لما شيء حده غلط يصير في كمبيوترك لدرجة أنه ممكن يضر في قطاع الكمبيوتر. فاللي يسوي البي سي في هالحالة أنه يوقف كل شيء، يقول ستوب، يصك كل شيء، يعطيك شاشة ذي زرقة، يقول لك في مال الله ويصك لك البي سي. فيعني إذا تفكرون فيها ترى أم حمار ذي مالت الأجانب ترى مو بسيئة، بالعكس ترى شيء إيجابي ذي. على العموم قبل لا تستعيلون ويطح قلبكم في بطنكم وتسوون لي دراما، ترى مو كل شخص يصير هاي الايرور يعني انه في مشكله خطيره في كمبيوتره، لا اصلا 80% من الناس يطلع لهم هاي الايرور المشكله اللي عندهم بتكون مشكله بسيطه، ممكن انه يكون مشكله في احد الدرايفرات فمجرد انك تسوي الابديت، او ممكن حتى بالعكس صار له ابديت وبدات المشكله فترجع الابديت القديم، او ممكن انه يكون لا ممكن انه يكون برنامج سيء او برامج متعارضه مع بعضها. فاللي بسوي انك بصاكك البرامج اللي شاك فيها وتشوف اذا حلت المشكله ولا لا. بس انا ما سويت لكم الفيديو ذي عشان اقول لكم هاي الشيء، انا اليوم بقول لكم عن فايده ثانيه حق الشاشه الزرقاء ذي لاحظت ان اكثر الناس ما يدرون عنها. الشاشه الزرقاء ذي لما تصير تسوي لكم ريبورت وتخلي عندكم في البي سي، هاي الريبورت تكتب فيه اساس البلا وليش كمبيوترك شاير. ماذا عندي هاي الريبورت انا ما ادري؟ ادري ادري، هاي كان رده فعلكم. لا ما ادري، بشرح لكم الحين وين تحصلون هاي الريبورت وشلون تقرونه. يلا توكلنا على الله. اذا كان صادكم بلو سكرين من قبل بتحصلون هالريبورت تحت هالفولدر باسم memory.dump، وفي حاله ما حصلت هالفايل تاكد ان كمبيوترك يسجل هالريبورت. روح على advanced system settings start up and recovery وعندك هني تقدر تفعله. انا عاده اخليه على اوتوماتيك عشان يعطيني تفاصيل كلها، بس تقدر تخليه على مني اذا كان صار لك بلو سكرين من قبل وما حصلت الدم ماله. اما هني تحت تقدر تشوف وين يتسيف هاي الفايل. المهم هالفايل قراءته ما بتكون ستريت فورورد، عشان تقدر تقراه بتحتاج تنزل برنامج اسمه ويندوز ديباج. هالبرنامج مال مايكروسوفت وبتحصلون الرابط ماله في وصف الفيديو في اليوتيوب. تدشون على الرابط وتنزلون البرنامج من هناك. خلال التثبيت ما يحتاج تختارون كل البرامج، شيلوا التك عنهم كلهم واختاروا بس ويندوز ديباج. الحين تقدروا تبطلون البرنامج وتروحون على فايل وعقبها اوبن كراش دمب. ولما يفتح معاك تطق على analyze purpose، هالكمان بيخليه يطلع اللي في جبده. عقب ما يخلص analysis ماله بيكتب لك كل الاشياء اللي حصلها. هالفايل بيعطيك فكره عن شو اللي كان صاير وقت اللي صار بلو سكرين. كمثال يبين لي هني ان الشخص اللي صار بلو سكرين كان يلعب لعبه الدر رينج يوم صاده، بس الحين اللي يهمنا هني هو الامج نيم اللي هو ساس البلا ومسبب المشكله، وعندك بعد الفيلير باكيت اي دي. حاليا هني شيء واضح ان المشكله كان سببها AMD، اللي في حالتي انا ما عندي الا المعالج، فيعني ان المعالج في مشكله نحتاج نشيكه او حتى ممكن نبدله. مثال ثاني عندي هني حق دم مال شخص ثاني يبين ان سبب الكراش كان شيء اسمه بي دايزي. انا بالنسبه لي ما اعرف شنو ذي الشيء، بس اقدر اخذ الايرور ذي كوبي واروح اسال اخ جوجل وبيعطيني السبب. الايرور ذي كمثال كان بسبب انتي تشيت مال لعبه، فمو بشيء سيريس، ممكن تمسح اللعبه وتنزلها او تشيك درايفراتها. اتمنى اني فدتكم بشيء اليوم، وفي امان الله ومع السلامه.